وهلا وصلنا لفقرتنا الطبيه. ومثل ما كنا عم نحكي باول فقراتنا انه الجهاز النفسي ونفسيه اي شخص فينا بالصوم بالشهر الكريم ممكن تتعرض لكثير من التغييرات، ممكن يصير في انفعالات، ايضا في تغييرات على الجهاز الهضمي كونه نحن دخلنا بنظام غذائي جديد، ايضا الجهاز العصبي ممكن يكون له تاثير بايام الصوم. ولكن اليوم اكيد من ضيفنا يا هايدي بدنا نعرف شو اهم التاثيرات اللي ممكن تتاثر فيها الجهاز العصبي خلال الشهر الكريم. صحيح يا رشا، وخصوصا انه الجهاز العصبي هو من اهم الاجهزه بجسم الانسان وبحاجه دائما لرعايه واهتمام اكيد كرمال يكون عمل اجسامنا افضل بصوره سليمه وصحيحه. وبما انه بنقول صوم وتصح، قد ايه ممكن اليوم الصيام ياثر بشكل ايجابي على مرضى الجهاز العصبي او ممكن يكون في تاثيرات جانبيه وفي مضاعفات؟ رح نوضح اكثر مشاهدينا تفاصيل عن هذا الموضوع. وسعدنا انه يكون معنا لليوم الدكتور تامر تامر، اختصاصي جراحه الاعصاب والعمود الفقري. صباح الخير دكتور. صباح النور. كل عام وانت بخير. وانت بخير، رمضان كريم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حكيم، يسعد صباحك. ضيفنا من اهل الدار دكتور تامر، اهلا وسهلا بحضرتك. دائما يعني بيكون في تاثيرات السلبي والايجابي. اليوم اذا بدنا نحكي بالشكل العام، يعني شو تاثير الصوم على الجهاز العصبي بجسم الانسان؟ هلا لك الحقيقه، نحن بنعرف انه الصيام اللي بيعتمد على فتره طويله من الانقطاع عن الطعام والشراب بيؤدي لنقص بمستويات السكر، بحفز الانسولين وبحفز على حرق الدهون. هلا العضو الاكثر تاثرا بجسم الانسان هو الدماغ. الدماغ اللي بيعتمد بالطاقة الأساسية تبعه على السكر والجلوكوز بحصراً، فهو أول أعضاء تأثراً. مش هيك بتلاقي الناس تبلش يصير في عندها توتر، في عندها صداع، في عندها أثناء فترات الصيام. هلأ الحقيقة من إيجابيات الصيام أنه هذا الحرمان للدماغ بيحرض هرمون معين بيزيد من حالة بناء الدماغ لحتى يزيد من تحمله للشدة اللي بتصير فيه لاحقا بعد ما منتناول الطعام. بتلاقي بلش يزداد بناء الخلايا الدماغية وبيحسن من الذاكرة وبيحسن من وظائف الدماغ بالشكل القريب. طبعا نحن عم نحكي على عدة جوانب. تمام. الحقيقة نحن الصيام بفوائده ما كتير بالمثل الأخ الصائم، لأنه أساسا نحن ما من يعني نتعرض ل الصيام بأثناء النهار والعادات خاطئة جدا بأثناء أوقات الإفطار. يعني نحن الصيام عم نقول هو بيفيد الجسم، بيدرب الدماغ على حالات الجوع، بيحفز من نشاط الجهاز العصبي. ولكن بعد الإفطار اللي عم يصير بشكل عام، واحد اضطراب بعادات النوم وهذا بيؤدي للصداع بتاني يوم، ثاني شيء كميات كبيرة من الكافيين تجي بشكل مفاجئ للدماغ مع حرمان من الكافيين. صحيح. أثناء النهار، فنحن عم نقلب دورة النشاط تبع الدماغ، وهذا كمان بتلاقي فيه تأثيره على الناس. بتلاقي عنده صار قلق، اضطراب بالنوم، وهذا بيؤدي لصداع بتاني يوم. ثلاثة، حرمان السوائل وكثرة السوائل بعد الإفطار، وهذا كمان بيأثر على الجهاز العصبي المركزي. بتلاقي صارت عنا تطلع عنا الأعراض الغريبة. طبعا في جانب للموضوع اللي هو الكولون العصبي. كثير ناس بتعرف انه الكولون العصبي هو مشكلة بالكولون، الحقيقة هو مو مشكلة بالكولون، هو المشكلة بتكون بالجهاز العصبي اللي بينظم حركة العضلات الملساء بالكولون. هلا نحن هون أثناء الصيام ممكن يكون هذا علاج رائع لهذا المرض، بأنه بننظم الوجبات، بننظم التغذية اللي لازمة للكولون، بنحميه من الأغذية الضارة، وبنفس الوقت تنشيط الدماغ المرافق. ممكن يكون لا، بنلاحظ أنه بتزداد جدا الأعراض الكولون العصبي باللي بيصير فعليا من العادات الخاطئة. نعم. واحد عم نحكي على قلة تناول الألياف، ثانياً العادات الغذائية الخاطئة أثناء الإفطار وتناول السوائل مع الطعام، وهذا بيؤدي إنه الناس معظمها بتحس بنفخة وتخمة بعد الإفطار. ثلاثة، الشيء اللي بيهمني أنا التوتر والصداع والوجع الرأس اللي بيصيب الناس كثير أثناء الصيام، هذا بسبب انخفاض مستويات السكر واضطراب النوم اللي حكينا عنه،
هذا بيزيد من اعراض الكولون العصبي. مشان هيك بنلاقي معظم مراجعين مرضى الكولون العصبي اللي ما بيلتزموا بتعليمات معينه بتلاقي عندهم هجمات شديده باثناء شهر رمضان. تمام دكتور، بعد ما تعرفنا من حضرتك على تاثير الصيام على مرضى الجهاز العصبي، خلينا نوضح اكثر للمشاهدين شو هي الحالات اللي لازم نحن نستشير الطبيب قبل ما نصوم، شو هي الحالات الممنوعه من الصيام اليوم في حال كان عندهم امراض بالجهاز العصبي. الحقيقة الأشياء هي الشقيقة، مرضى الصداع النصفي أو الشقيقة هن الأشياء اللي بيعانوا في أثناء رمضان وهن الأقل خطورة حقيقة. يعني مريض الشقيقة عارفان حاله جاي عن دور رمضان، فأنا بدي أتعرض لهجمات شديدة وقد لا يستطيع إكفاء الصيام بالشهر الفضيل. هون نحن هذا المريض دائما بقول له نحن ما تراجعنا بأول يومين رمضان بعد ما تجرب حالك وتحس إنه ما قدرت وصار في عندك نوبة شديدة، هذا خطأ. مرضى الشقيقة حقيقة معظم اللي عم يسمعوني وبيعانوا من الشقيقة لازم بيعرفوا تماما إنه تغيير أي عادة من عاداتهم، حتى تغيير موعد شرب فنجان القهوة، تغيير موعد الغذاء، موعد النوم، إذا سهر كتير، تعرض للضجة كتير، بيحرض على النوبة. هدول المرضى بدهم يحضروا حالهم للصيام أثناء العام. يعني نحن بنعرض حالنا للحرمان من الكافيين، تنظيم النوم المضبوط أثناء الـ قبل 40 50 لحتى شهرين من شهر رمضان، بأنه نعمل صيام متقطع عدة أيام في الأسبوع حتى جسمنا يكون مدرب على هذا الموضوع، فبندخل بشهر رمضان بدون أعراض جانبية وبدون نواب شديدة. الشيء الثاني بس هو الأقل شيوعا ولكن الأخطر، معظم أهالينا الكبار بالعمر اللي نحكي عنهم فوق 60-70 سنة عندهم جزء نسميه من نقص التروية الدماغية، وبعضهم في بيكون متعرض لجلطة دماغية. نقص التروية الدماغية بحالات التشفاف ممكن يزداد وممكن يزيد من خطر نسبة الإصابة بالجلطة الدماغية أو الاحتشاء الدماغي. هدول لازم يراجعوا الطبيب وينحطوا تماما تحت نسب الخطورة وهل ممكن لهم الصيام أم لا. ما في داعي هون لحتى كتير للأسف من المرضى اللي بيراجعونا إنه لا هو معه ضغط، معه سكر، معه نقص تروية، معه تصلب شرايين بدماغ، بس هو لا بده يحاول يصوم. هون حرام، نحن عم نعرض حالنا لخطر، وهون في تطبيق للمقولة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، وبالتالي هن معرضين لأنه لازم وواجب عليهم التزام بتعليمات الطبيب وعدم تعريض جسمهم لضرر أو خطر كبير. الثلاثة المرضى اللي بيراجعونا هنا مرضى الصرع، مرضى الصرع أو مرضى نواب الاختلاج عندهم خطة علاج لازم نلتزم فيها 100%. يعني الدواء لازم يكون بموعده، يا أما أي نشاط كهربائي شاذ رح يؤدي لنواب اختلاج. هذا المريض لازم قبل كل شهر رمضان يراجع الطبيب المختص اللي بيتعالج عنده، يقوم بإجراء التحاليل المناسبة، وبالتالي نحط عنا خطة للصيام برمضان. مو أي مريض عم ياخذ حبة 3 مرات كل 8 ساعات منه لحاله بقول لا على الإفطار وعلى السحور باخذ حبة بحبة، لأنه هذا خطأ وبيعرضه لخطر كبير إنه تجي نوب وحتى أحيانا حالة صرعية. وفي كثير من الأمراض العصبية اللي لازم هي الأقل شيوعا والنادرة اللي لازم دائما المريض يراجع الطبيب قبل شهر رمضان لحتى يعمل استشارة حول تأثير الصيام عليه. طيب ذكرت دكتور نقطة جدا مهمة وهي الأدوية، الأخذ بشكل عشوائي بالوقت، نحن بنأجل حبة لبعد الإفطار أو على الإفطار، ولكن في حالات مرضية أنه ممنوع طبيا أنه هاي الحبة تتأخر عن وقتها. اليوم كيف يتم التعامل بشهر الصيام بين الطبيب والمريض؟ يعني كيف قادر حضرتك توزع له فترات الأدوية؟ هلأ ليكي في معظم الحالات اللي مثلا عم نحكي عن أدوية مضادات الالتهاب، مضادات الالتهاب الاسترويدية اللي لها علاقة بأوجاع المفاصل، أوجاع الظهر، ببعض أنواع الفيتامينات، ممكن يكون في عنا مرونة بالتعاطي معها. أما الأدوية اللي لها علاقة بكهربة الدماغ، بهرمونات الدماغ، هي هون لازم نحن كتير نكون حساسين حسب حالة المريض. في بعض مرضى الصرع مثلا عنده جرعة وحيدة، نقدر نعطي جرعة واحدة فقط من الدواء، هون نحن ممكن نسمح له بالصيام. أما في مرضى ممكن بحاجة لأنهم ياخذوا 3 أنواع من الأدوية بفواصل معينة، هون المفروض نحن نلتزم بالدواء بشكل كامل، لأنه حرمانه المفاجئ من الدواء وتعريض دورة حياة الدواء أو نصف عمره الفعال لا
هذا الخلل ممكن يؤدي لموجة كهرباء أو أمواج شاذة بالدماغ بشكل كبير وتؤدي لحالة صرعية. فبالتالي هذا الموضوع بيعود تقديره للطبيب وللحالة المرضية عند المريض. طيب دكتور، خلينا كمان نحكي عن مرضى السكري والمرضى الاعتلال العصبي كمان، قد لازم نهتم فيهم، نهتم بإن كان بالنمط الغذائي، إن كان بالأدوية، إن كان بشرب السوائل. خلينا نوضح الموضوع. هلا هون في نقطة، هون الصيام بيفيد بشكل كبير. نحن الصيام إذا كنا عم نتبعه بالشكل المطلوب منه طبعا بيؤدي لفائدة كبيرة، لأنه بتعرفي نحن مريض السكري أثناء الصيام ممكن أنه ينضبط عنده السكر ويتخف مستويات السكر بالجسم، وبالتالي هذا بيحسن بشكل كبير من اعتلال الأعصاب السكري. صحيح. بس ولكن للأسف الواقع اللي عم نشوفه نحن أنه مريض السكري بشهر رمضان الكريم، أول شيء العادات الغذائية الخاطئة المترافقة مع الصيام، اللي بتلاقي مثلا بعد الإفطار صار في شرب سوائل وتمر هندي وعرق سوس وكلها مواد غنية بعصائر بالسكريات. صحيح. وعادات غذائية خاطئة، وبنخرب كل نوع من أنواع الحمية اللي مرتبطة بالسكري بحجة أنه هو صايم كل النوم كل اليوم وحرم حاله من الأكل، فبالتالي بده يعود أثناء أثناء وقت الإفطار. هون هذا عم يؤدي لظهور الأعراض السكرية بشكل كبير، وخاصة أنه نحن يعني مريضنا كمان في شغلة هون لازم ننتبهها، أنه هذا عم يرافقه بخلل بمواعيد الدواء، خلل بمواعيد أخذ الجرعات الإنسولين، وهذا عم يؤدي لظهور الأعراض. حقيقة بكثير من الأعراض اللي مترافقة مع أمراض الصيام ترتبط بحقيقة مو بوقت الصيام، هي بوقت الإفطار. أنه مو بس موضوع أنه أنا فيني صوم ولا لا، بموضوع أنت بعد ما تفطر شو لازم تعمل. كثير هذا الموضوع مهم، وكثير هو بيأثر على موضوع الصيام ومدى استفادتنا منه. طيب دكتور، ذكرت نقطة خلينا نرجع لها، هي الشقيقة، ونحن بنعرف نسبة كثير من الناس عندها هي الحالة، يعني في شيء شائع بدنا حضرتك تصححه بالصح أو بالخطأ، أنه مريض الشقيقة وقت بتجي حالة الشقيقة مفروض يروح للعتمة ياخذ مهدئ، وأنه يكون عتمة عنده بالغرفة ويريح، يعني قديه طبيا صح هي القصة، يعني ممكن تخفف من آثار الشقيقة؟ حقيقة لك الشقيقة إذا ما ندخل بهذا الموضوع رح نتشعب فيه، بس أنا رح أجاوب بشكل مختصر. الشقيقة بآخر نظريات الحقيقة نحن، أنا كطبيب درست بكلية الطب، كانت الشقيقة هي عبارة عن متهم الأول هو اضطراب بالأوعية السحائية، الأوعية اللي موجودة على الغشاء الدماغي والأوعية الدماغية، بأنه بيصير في اضطراب بتوسع وتقبض شاذ فيها بيؤدي لحدوث الصداع النابض اللي نحسه مثل طرقة المطرقة. هلا حقيقه من كم سنه كان المتهم الحقيقي فيها هي انويه العصب الخامس، وانه الشقيقه هي نوع من انواع الالم مثلث التوائم بس اللي بشكل معمم اكبر، بالتالي مشان هيك نحن بنحس الالم بالعين وبنصف صح. الوجه مو بكل الدماغ، ليش عم يتقبض هذا النص ما عم يتقبض هذا النص. فهون في عنا كثير نظريات على الموضوع، بس هي النظريه الاشياء هذا الموضوع. نحن ليش بيقولوا لك انه المريض بحب يميل للعتمه ويخفف ضجه، يعني انت ما فيك تحطيه بغرفه مظلمه بس مو هادئه عم يسمع صوت وضرب وكذا، لانه ليش بده يخفف اي مثيرات بتصير المستقبلات الحساسه بالدماغ، هو بده الدماغ ما يمرق فيه اي نبضه كهربائيه بهي المنطقه الشاذه، وكل المستقبلات تقع بجزء الدماغ بجانب انويه العصب الخامس. فبالتالي نحن صحيح المريض الشقيقة بالحالة النموذجية تبعه، لأنه في كتير حالات تصنف تحت الشقيقة، بالحالة النموذجية تبعه طبعا لازم نوفر له جو هادئ، نخفف من المثيرات اللي هي مثل الإضاءة، حتى الروائح. في كتير مرضى بتجي نوبة الشقيقة على روائح معينة حتى لو كانت جميلة، بس هي تخريش هاي المنطقة بيؤدي لتنبيه أنوية العصب الخامس، وللأسف التنبيه الشاذ اللي موجود عند مرضى الشقيقة بيؤدي لحدوث هذا الألم. تمام. ومن أكثر يمكن المشاكل اللي بنلاحظها خلال شهر رمضان الصداع دكتور، وجع الرأس، شو الأسباب وكيف نقدر نتخلص من الصداع خلال نهارنا؟ هلا الحقيقة هون بنعود للي حكيناه بالشقيقة، معظم الناس بتحس بالصداع بسبب انخفاض مستويات السكر بالجسم، يعني هذا واحد. اثنين، بسبب اضطراب النوم. في ناس ما بتنتبه على حالها انه هي متعوده تنام مثلا الساعه
10 في الساعة 8 على شغلة أو الساعة 7 على شغلة، برمضان صار في عندها فئة على السحور، في عندها نومة ما بعد الإفطار، في عندها الفئة من الساعة 2 الظهر بالليل مشان تحضر السحور وهكذا. هذا الاضطراب بالنوم اللي بيرافق الموضوع بيؤدي لحدوث الصداع اللي بنحسه في أثناء النهار بحالات رمضان. نحن كمان نقص السوائل، انخفاض مستوى السائل بجسم الإنسان أو التجفاف اللي بيتعرض له كمان بيؤدي لحدوث الصداع اللي بيرافق الصيام. هلأ الحقيقة كتير ناس ما بتنتبه على حالها أنه هي من كتير مدمنة على الكافيين، وهنيك في عنا شيء اسمه صداع مشخص أنه هو صداع الكافيين. يعني أنا إذا ما شرب فنجان القهوة الصبح صحيح. فهو بالتالي رح يحس بوجع راس لا وقت يتناول كمية الكافيين المناسبة. هذا كمان عم يؤدي لحدوث صداع بطريقين، واحد قلنا أنه هو نقص الكافيين اللي عم يصير أثناء الصيام، واثنين كمية الكافيين اللي عم ياخده بالليل على أساس هو عم يعوض كافيين النهار، وبالتالي هو ما عم ينام أثناء الليل ويضل سهران لأوقات وبحالات قلق بسبب الكافيين اللي أخده، وهذا بيؤدي لحتى أنه ثاني نهار أثناء العمل عم يحس بالنعس والصداع المستمر. بالتالي هاي العوامل المجتمعية هي سبب الصداع الأشيع اللي عم يصير عند الناس، بالإضافة لموضوع أنه نحن فقدان السكر بيؤدي للتوتر. تلاقي المريض معصب وضايج بدون ما يعرف ليش أنه أنا صايم، لا هو لأنه نازل السكر ومحروم الكافيين. هون هذا التوتر بيزيد من المشكلة سوء، يعني هاي العصبية هي بتساوينا لسه صداع توتري. بالتالي في عدة خطوات نحن قلناها أنه ممكن تساعدنا أنه نتجنب هذا الموضوع من الأول. أول شيء وهي موجودة حقيقة بالإسلام، يعني أنه نحن ما أنه ننطر كل السنة ليجي رمضان لحتى نبلش بالصيام نفاجئ الجسم بموضوع الصيام، لا نتعود على الصيام مرة بالشهر أو مرتين بالشهر أو حتى كل أسبوع مرتين مثل العادات الإسلامية القديمة. طيب دكتور، في أشخاص عندهم كوسات يعني عم يتبعوا مع طبيبه المشرف العصبي، في أشخاص بحاجة لمعالجة فيزيائية، في أشخاص بحاجة لرياضة مستمرة، بيروجوا للشهر الكريم يعني الصوم بيقلل عندهم طاقة النشاط فبيوقفوا هاي القصة، قديش سلبيا ممكن تضر الجهاز العصبي؟ قطعا احنا حتى في كتير ناس بتقليك انه انا عندي أوجاع مفاصل بتزداد برمضان أو أوجاع ظهر بتزداد برمضان. طبعا في نظريات على الموضوع أنه نحن لا، السبب هو حرمان من السوائل، هو السبب حرمان من بعض الفيتامينات أثناء الصيام ما عم نقدر نعوضها بالليل، السبب هو الاضطرابات الغذائية اللي بتصير بسبب الأنماط الغذائية اللي بناخدها بما بعد الإفطار. في كتير نظريات، بس الحقيقة هو أهم هو مثل ما قلتي انت النشاط الفيزيائي المرتبط بالعادات النوم تبع رمضان. يعني كثير ناس صارت تنام بالنهار وبدها تفيق بالليل لحتى بس تاكل، وهذا اكيد رح يعطيني نتائج سلبيه على الجهاز الحركي كله، الام الظهر والام العضلات. بالاضافه لا، نحن المرضى اللي ملتزمين معنا ببرامج علاج فيزيائي، حقيقه هدول المرضى عنده النمطين، النمط اللي بيلتزم بالتعليمات وهو اساسا ما بيمنعه الصيام من القيام بنشاطه الكامل، اللي بيمنعه مثل ما قلنا هو العادات ما بعد الافطار وليس الصيام، انه انا بدي نام ولا ما بدي اسهر لكل الليل مشان نام اكثر من كميه بالنهار، وهذا بيفقدنا الفتره الساحره للجسم اللي هي بيرتفع فيها الكورتيزول الصباحي واللي هي بتعطينا النشاط الصباحي، بالتالي بتؤدي لظهور انه في قله خمول وقله نشاط، وحرمانه من العلاج الفيزيائي طبعا هذا راح يؤدي لتدهور حالته بشكل اكبر ما بعد رمضان. تمام دكتور، بالختام خلينا نعطي نصائح لكل حدا عم يتابعنا اليوم للحفاظ على صحه الجهاز العصبي. هلا الحقيقه لك الجهاز العصبي هو الجهاز الاساسي المتحكم بجسم الانسان، الصيام بياثر عليه دائما بشكل ايجابي، دائما بشكل مفيد جدا، بحال نحن التزمنا بالتعليمات المفيده اللي بنتعطيها بشكل متكرر للمرضى لحتى يحموا جهازهم العصبي بعد باثناء رمضان وحتى فيما بعد رمضان. نتشكرك دكتور تامر تامر، اخصائي جراحه الاعصاب والعمود الفقري، لحضورك اليوم. رمضان كريم عليك وبالصحه والسلامه لك. شكرا لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها بمشفى الاساتذه الجامعي. شكرا حكيم لحضورك اليوم. شكرا لك دكتور، نورت صباحنا لليوم. اهلا وسهلا فيك.